زي ما يكون في منبر جديد، بتكون في مادة علمية جديدة بتقدم للطلاب، عكس التيارات والأحزاب الشغالة في الجامعات السودانية. تلقاهم في المنابر بتاعتهم بيكتبوا مخاطبة سياسية هامة وما في حاجة. طيب نحن بنبدأ بتعريف العلمانية. العلمانية أخواننا هي حركة اجتماعية تهدف إلى نقل الناس من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بشؤون الدنيا فقط. وأيضا من التعريفات بتاعتها هي حركة اجتماعية بتهدف إلى عزل أو فصل الدين عن التأثير في الدنيا. ده التعريف بتاع العلمانية. ونشأت العلمانية نتيجة لتحريف الإنجيل. النصارى لما انحرفوا الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام بقى الإنجيل ما نافع، وبقت الكنيسة بتطبق الإنجيل المحرف على الناس، حتى حاربت الكنيسة العلم وقتلت العلماء وسجنت بعضهم وقمعت الاكتشافات العلمية، واتضرروا الناس حتى في الأمور بتحت المعيشة بتاعتهم. بعد ذلك قامت العلمانية ضد الكنيسة، وقامت الثروات ضد الكنيسة، ومنها الثروة الفرنسية في عام 1789. فالعلمانية أخواننا قامت ضد الكنيسة. طيب العلمانيين الموجودين الليلة في السودان وفي غير السودان، انتم ما دارين الدين الإسلامي لشنو؟ ما دارين لشنو؟ هل الدين الإسلامي حارب العلم؟ وهل الدين الإسلامي حارب أو قمع الاكتشافات العلمية؟ وهل الدين الإسلامي قتل العلماء؟ وهل الدين الإسلامي سجن العلماء؟ وهل الدين الإسلامي وقف عائق أو اعترض الناس في الأمور بتحت الدنيا بتاعتهم؟ دي كلها أسئلة يجاوبوا عليها العلمانيين بعدين لما نخشوا هنا، لأنه بعدين في فرصة للرأي والرأي الآخر. يا أخي، من مميزات أو خصائص الدين الإسلامي التي تميزه عن غيره من الأديان إنه يا أخوان الدين الإسلامي ده صالح لكل زمان ومكان. لشنو؟ لأنه فيه أي حاجة أنت دائرة، موش أنت بس، لا حتى الناس اللي بيجوا من بعدك ذات. ربنا قال في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. من مميزات الدين الإسلامي إنه يا أخوان الدين الإسلامي ده محفوظ من التحريف ومحفوظ من التغيير الذي وقع في الأديان السابقة. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الحجر، ربنا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. والعلمانيين بيطعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة إنه يقول لك في أحاديث ضعيفة، أي في أحاديث ضعيفة ما كلها، وده ذاته من حفظ الله سبحانه وتعالى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ربنا سخر علماء الجرح والتعديل. أي حديث ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يطلعوا برا طوال، وبيبينوا ليك العلة بتحت الضعف بتاع الحديث ده، سواء كان الضعف في الراوي بيقول ليك إما الراوي ده كذاب أو الراوي ده وضاع أو الراوي ده ليس بثقة أو كثير النسيان أو غير من الألفاظ قال بيطلقوها العلماء اللي بتؤدي إلى سقوط الرواية بتحت الراوي ذاته. وأيضا يا أخواننا من مميزات الدين الإسلامي إنه الدين الإسلامي ده هو المقبول عند الله سبحانه وتعالى. لا علمانية ولا نصرانية ولا يهودية ولا غير من الأديان، الإسلام بس. ربنا قال في سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام
دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي ناس يا أخواننا بيفتكروا إن العلمانية دي عندها علاقة بالعلم. العلمانية دي ما عندها أي علاقة بالعلم، بل إنه هي ضد العلم ذاته، ضد العلم، ما عندها أي علاقة بالعلم. والعلمانية أخواننا من المذاهب الكفرية. شفتها؟ الزول لو ترك الإسلام وبقى زول علماني ده بيقع في الكفر طوالي. لشنو يا أخوان؟ لأن العلمانية بتعزل الدين عن جميع النواحي كلها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والقانونية وحتى المجالات التعليمية ذاته، ما دايرين الدين يكون في المناهج التعليمية زي ما قال الدكتور عمر القراي الجمهوري. عرفتها؟ جابوه في جريدة السوداني، ودي الجريدة قاعدة هنا يا هنديلا قاعدة بجاي. ده قال لا يعقل تدريس 23 سورة لطلاب الصف الأول أساس. قال ما يعقل. ليه ما يعقل؟ طيب هل يعقل إنه يدرسوهم جداول الضرب؟ هل يعقل إنه يقروهم الأناشيد دي؟ هل يعقل الكلام ده؟ بعدين ما يعقل لشنو؟ هل الطالب ما قادر يحفظ الصور دي؟ وعشان يتبين لك بطلان كلام الجمهوري ده، تعرف الطفل ده ممكن يحفظ القرآن الكريم كله، كله ممكن يحفظ. ربنا قال في سورة مريم، ربنا قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم. شنو؟ صبية. الإمام الشيخ محمد بن محمد الشنقيطي رحمه الله، محمد الأمين الشنقيطي، في كتاب أضواء البيان قال يحيى ابن زكريا قال كان عمره 3 سنين، 3 سنوات بس لما ربنا نزل عليه الكتاب. وقيل إنه كان عمره 7 سنوات. أها رأيك شنو؟ وفي صحابي اسمه عمرو بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه، ده كان بيصلي بقومه وعمره 6 سنين بس. أها. والكلام ده في البخاري. عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال أبي لقومه، فات لقومه أبوه، فات لقومه، لما جاء لقومه قال لهم إني قد جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. قال وليؤمكم أكثركم قرآنا. أكثر زول حافظ يصلي بالناس عمرو بن سلمة رضي الله عنه وارضاه. قال فنظروا في القوم كلهم، فتشوا في القوم كلهم، قال فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا. قال أنا كنت أحفظ زول. قال فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. القراي المجرم يقول لا يعقل تدريس 23 سورة لطلاب الصف الأول أساس، كيف ما يعقل؟ لكن ده دليل على إنه النازل ما دارين الدين الإسلامي ذاته، ودي العلمانية ذاته، وده من الدعاة بتاعنا العلمانية. القراي ده التابع هار الحزب الجمهوري وتابع لمحمود محمد طه الهالك. وأيضا الشيوعيين برضو علمانيين. والدليل ده كتاب حوار حول الدولة المدنية، ده تأليف محمد إبراهيم نقط الهالك، ده كان سكرتير الحزب الشيوعي السوداني. الله شاره الحمد لله رب العالمين، والله يعجل لنا بالقاعد ده محمد مختار الخطيب، الله يعجل لنا به. قال هنا في صفحة 91 قالوا له، الكتاب ما اسمه حوار، عاملينه معاه حوار، قالوا له ألديكم قناعة بأن فصل الدين عن الدولة يشكل شرطا أساسيا لما يمكن أن يكون ضمانا للوحدة؟ قالوا له لو فصلنا الدين عن الدولة هل الكلام ده بيكون ده شرط أساسي إنه الناس يجتمعوا ويكون ده ضمان للوحدة وكده؟ قال مراعاة للدقة فإن الصيغة التي توصل إليها التجمع في نيروبي واحتوتها مقررات أسمرة عام 1995
قال هي فصل الدين عن السياسة. قال وأعتقد دي العقيدة جوا قلبه براو. قال وأعتقد أنها تشكل أحد العوامل الأساسية للوحدة. ديل العلمانيين صحيح صحيح شفت ياهن الشيوعين ديل. بعدين شوف الناس اللي بيفتكروا إنه التقدم والتحضر والتمدن والمواكبة للتطورات الحاصلة في العالم بيكون بأنه الناس يخلوا الدين بتاعهم ده زور رجعي ساكت. والله ده الرجعية ودي الدغمائية ودي الانكفائية ذاتها. كيف؟ لأنه الناس لو خلوا الدين وفاتوا ساكت بيبقوا زي البهائم. شفت البهيمة دي أسي عندها حاجة، البهيمة دايرة تاكل ودايرة تشرب ودايرة تمشي تشوف لها محل تقعد فيه وبعد ذاك تمارس الفطرة بتاعتها دي. الإنسان إذا ما كان عنده دين يقوده يوديه في المسار الصحيح، ده الفرق بينه وبين الحيوان. شنو؟ ما في أي حاجة بينه وبين الحيوان، ما في أي حاجة. وشوف التقدم عشان الناس زي ما يغشوا المسلمين ساكت ويغشوا العقول بتحت الطلاب. التقدم ما بيكون إلا الناس يرجعوا إلى القرآن وإلى السنة. عرفت؟ الدليل شنو؟ ربنا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى شنو؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم. نغير الكفر، الكفر نغيره بالإيمان، ونغير المعصية، المعصية نغيره بالطاعة، ونغير الشرك، الشرك نغيره بالتوحيد. كده البلد دي بتتقدم لقدام. ما تنادي إلا الله، ما تنادي لك زول زيك يا صوفي. عرفت؟ والكلام ده أيضا موجه للناس اللي بينادوا غير الله كلهم. طبعا الصوفية لما يتكلموا، لما أخواننا يتكلموا في العلمانيين وفي الشيوعيين وكده تلقاه لابد، يقول لك الجماعة ديل والله إلا اللي ريحونا عديل. لا لا، بننتهي من الجماعة ديل بنقبل عليك إنت طوالي، لأنه إنت هكذا جبت النازل كلهم. ما تنادي الشيخ يا صوفي، ما تقول يا صايم من الهجائم، وما تقول يا ود بدر من الفقر، وما تقول يا ود حصونة من المدفونة. تنادي لك زول زيك ستة ما بتخجل. الشيخ ده بياكل وانت بتاكل، الشيخ ده بيشرب انت بتشرب، الشيخ ده بيمشي الحمام انت بتمشي الحمام. شفت؟ الشيخ ده لما يمرض بيجي يركب له دريب هنا بيجاي، ما قاعد يدو دريب وبيدو دريب هنا، وبيجي الدكتور يديه حقنة بيجاي هنا، ويقول لهم زولكم ده، يقول لهم زولكم ده خش في غيبوبة وما معروف يطلع منها بتين ذات. أس ده بيستحق انه ينادى مع الله سبحانه وتعالى؟ والله ما يستحق انه ينادى مع الله سبحانه وتعالى. وده عقلا ساكت. اما القرآن ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وشفت أخواننا الشرك ده، الشرك ده ده السبب في الضوائق المعيشية اللي بتنزل على الناس اليوم. عشان ما في واحد علماني يجيبوا لك في التلفزيون يقول لك طبعا والوضع في السودان والوضع الاقتصادي بيتطلب انه نحن نعمل، ده كله كلام فارغ ساكت. الشغل ده المشكلة الوحيدة بتاعته الشرك. الدليل شنو؟ ربنا قال في القرآن الكريم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا أي كثيرا من كل مكان. الله قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بعد ما الناس يوحدوا ربنا سبحانه وتعالى ده شرط أساس في التقدم وفي صلاح البلاد. بعد ما التوحيد بعد ذاك الناس يا أخواننا يهتموا بالأمور أو الأسباب الدنيوية، من الاهتمام بالإنتاج الزراعي ومن الاهتمام بالإنتاج الغابي والاهتمام بالثروة الحيوانية والاهتمام بالمعادن الذهب والفضة وغيرها والاهتمام بالنفط والمشتقات بتاعاته والاهتمام بالصادر. الصادر ده بيجيب لك العملة، بيجيب لك العملة الصعبة اللي الليلة انت ما قادر تلين فازات. الدولار كله ما مرة ماشي لفوق. فواحد قال انت الدولار ده ما بينزل، قالت تقول فكينه بينبل. دارين الدولار ده ينزل؟ اي ما تشتغل بو كتير،
امسك في الدين ده، شفت الدين ده بوقع لك تحت وبقوم لك انت العمله بتاعتك فوق. وختاما يا اخوان، انا بختم بنفس الكلام الاخير ده ذاته، انه يا اخوان الناس يمسكوا في توحيد الله سبحانه وتعالى، تنادي الله براو وما تنادي الشيخ من دون الله سبحانه وتعالى، وتتوكل على الله وما تتوكل على التمائم وعلى الحجبات، وما تطوب بالقباب والاضرحه. الناس يمسكوا في الله، الله بيصلح لهم دنياهم واخراهم. ونختم بقول الله سبحانه وتعالى، الله قال الذين امنوا اي وحدوا ولم يلبسوا اي لم يخلطوا ايمانهم اي توحيدهم بظلم اي بشرك، الله قال اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وانا اكتفي بهذا القدر.